التجربة بتاعتنا تجربة أنا بحكيها للناس، أنا بكلم شعوب. كان مهم قوي إن يبقى في وصل بيننا وبين الناس تعرف الحكاية، حكاية ومسار مصر في ال 11 سنة أو ال 12 سنة اللي فاتوا. قلت أبدأ بالتاريخ 2011 لأن هو تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر. هتكلم عن حاجة اسمها أنا قلت عليها اسمها التحديات المتوازية. كان عندنا تحديات، مفيش تحدي قبل تحدي، ده التحدي كله على خط واحد. يعني ما عنديش أولويات، ما اقدرش أقول إيه أخد دي وأسيب دي، أنا عايز أجابه التحديات دي كلها مرة واحدة. التحدي الأولاني بعد 2011 هو حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس اللي كان بيعاني منها المصريين، ودي حالة مش بس وليدة 2011، ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين، عشان يعني متهيأ لهم ان الدولة لما تقع هتبقى في ايديهم. طب مصر رجعت ليه؟ دي إرادة ربنا. كان في عندي تحدي الطاقة. تحدي الطاقة يعني ايه؟ يعني كان عندي مشكلة كهرباء، وعندي مشكلة غاز، وعندي مشكلة بوتاجاز. طيب ده معناه ايه؟ معناه لما اجي اقول لك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش في مشكلة كهرباء؟ انا توليت المسؤولية في 2014، لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، البلد مصر هتخرب وتضيع. لازم مشكلة الكهرباء تتحل خلال سنة، والانقطاع اللي بقاله 7 ده ينتهي السنة الجاية، واشتغلنا على كده. الكلام ده للناس لابد من التواصل المستمر معها وإيضاح الصورة بشكل مستمر. أنا بتكلم على دولة زي مصر فيها 105 مليون، والحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا، ما كانش مطلوب إنها تتكرر تاني. الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة ظروفها الاقتصادية مش قوية. على نفس النسق ده قطاع زي قطاع النقل في مصر، القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها. ده معناه ايه؟ معناه ان كان في قطاع، والقطاع ده مؤهل انه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم مستثمرين ييجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا استثمارات في مصر. لما اتعملت شبكة الطرق القومية في مصر كان الهدف منها نوفر 8 مليار دولار سنويا حجم الوقود اللي بيستهلك في الإشارات والوقفة في مصر كلها. اللي أنا بقول عليه ده، دي قطاعات كان لابد إن احنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق أو في نسق واحد، ما كانش فيه أولويات. جودة التعليم على سبيل المثال ده تحدي آخر. حد يعرف إن أنا عندي في التعليم الأساسي 25 مليون، وفي الجامعة 3.5-4 مليون، وبيتخرج كل سنة 700 ألف. يبقى النهاردة تفتكر إن جودة التعليم عشان أحل المسألة بتاع جودة التعليم عايز 250 مليار دولار عشان أوفر عليكم الحسابات. كل طالب يتعلم تعليم كويس عايز 10,000 دولار. ما أقدرش أخلي بالتزامات تجاه المواطن تباه أولادي صغيرين وأحفادي يمكن إن هم يخشوا المدرسة ويتعلموا. بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزع كل سنة، طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا مش متاح. كل دولة لها ظروفها، وأنا كان تقديري للموضوع هو حل بالمبادرات بأفكار. ودايما أقول اللي ظروفه صعبة يفكر. احنا عايشين كتحدي اخر على شريط ضيق من اسوان لاسكندريه. الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله اكتر من 150 سنه. كان مناسب ايام محمد علي من 150-160 سنه ان يبقى في 4 مليون عايشين، بس ما بقاش مناسب سعد لما خدنا القرار ان يبقى موجود 81 ولا 82 مليون في نفس المكان. عمل تحدي بيئي بقى، عمل تحدي في العشوائيات والتخطيط العمراني،
عمل تحدي في التنمية العمرانية، عمل أول تاني العمل الصبر والتضحية. أنا عايز أعمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية، عايز أعمل ربط كهربائي مع دولة اليونان، عايز أعمل ربط كهربائي مع إيطاليا، عايز أعمل ربط كهربائي مع السودان وليبيا. طيب أنا مؤهل، قبل كده ما كنتش إيه؟ ما كنتش جاهز، دلوقتي أنا جاهز. ما أنت بتطلب مني كشعب كمواطن مطالب، بس أنا وأنا بحقق لك المطالب دي باخد مسار، المسار ده أنت معايا كمواطن مستعد تتحمل تكلفته، تتحمل تبعاته، تتحمل ضغوطه ولا لا؟ هي دي القضية والحكاية. هل كان ممكن أجل موضوع الطاقة لمدة 10 سنين وبعدين يجي تقول لي أنت جاهز للاستقبال المستثمرين؟ أقول لك لا، مستثمرين أقول لك لا، أنت جاهز تعمل ربط كهربائي مع الدول الجوار؟ أقول لك لا، أنت عايز دولة تقوم، الدولة مقتضياتها حاجة تانية. نبدأ بجودة الصحة. أنت تعرف إن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي. المسار ده لو كان ماشي طبقا للمسار الطبيعي في معالجته كنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي. لكن بمضرب فكر اتعمل قدرنا إن احنا نقول النهاردة، مش النهاردة بقى، من 3 سنين، إن مصر دولة خالية من الفيروس سي. فأنت بقيت تستهدف بمبادرات، تستهدف التحديات اللي عندك. احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل تأمين صحي كامل خلال 10 سنين، كانت الفكرة والخطة 15، قلنا هنضغط ونخليها 10. المدى الزمني بتاع التجربة المصرية كلها حتى الآن كم سنة؟ انت بتتكلم في 2011 كانت فوضى كاملة، انت بتتكلم في 11 و12 و13 الدولة كلها قائمة وفي فصيل عايز يهد الدنيا، وبعدين الشعب اتحرك عشان يغير، وبعدين دخلت في تحدي تاني ان ده كان كله بيتعمل وفي ارهاب بيستهدف الدوله المصريه. يعني تفجير مدارس، تفجير كنائس، تفجير جوامع، تفجير بنيه تحتيه، مقتل ناس في الشوارع. كان الناس في الوقت ده المصريين يقولوا ايه؟ ادونا الامان وما ناكلش. انت النهارده يعني بتوضع شديد برضه، الارهاب ده بقى تاريخ. فاللي انا اقصد اقوله ان انا ما كنتش اقدر غير امشي في سياق مش التحديات المتوازيه دي، ما اقدرش غير ان انا اعمل لها اجابات، حلول، مقترحات متكامله. احل دي واحل دي ازاي؟ وانا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع الميه وبعمل مشروع النقل، انا بشغل شركات قوميه في مصر، شركات وطنيه في مصر فيها 5 مليون انسان. يبقى بعالج بطاله، فتعملت مشاريع في مصر بنيه اساسيه ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات في كل شيء. منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها، حالة صعبة قوي، حالة صعبة قوي، إلى دولة، إلى إيه؟ دولة كانت بتقف الناس طوابير على محطات الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت ما تكسفش انك تقول كده؟ ليه ما تكسف ليه؟ احنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا.